يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجب على طلاب العلم أن يرجعوا إلى بلادهم التي قدموا منها ليدعوا الناس إلى الله تعالى وإلى توحيده؟ ما في شك، هم يجب عليهم إذا كانوا يقدرون، يجب عليهم ينذروا ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، إذا كانوا يقدرون على هذا فهذا هو الواجب عليهم. نعم.